حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من هذين الأرقام. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان، تقدرون تتواصلون ويانا على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب على برنامج الواتساب المخصص للحلقة بالرسائل اللي نقراها لكم إن شاء الله بحلقة اليوم. لكن أتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان، نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين، ونقراها بالدقائق الأخيرة. نبدأ حلقة اليوم بقضية، قضية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. شددت المراصد الحقوقية والإنسانية على ضرورة الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع مرتباتهم الضعيفة اللي يتقاضوها بوسط غلاء معيشة وظروف اقتصادية صعبة يعاني من عدها أغلب الشعب العراقي، إضافة عن المعاناة خلال استحصار رواتب الرعاية الاجتماعية والقروض المالية. ويقدرون المسؤولين العراقيين أعداد الأشخاص اللي هم من ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة بأكثر من 5 مليون إنسان أو عراقي بعموم العراق. غالبيتهم أصيبوا بالعمليات العسكرية ووقع العنف اللي ضربت العراق خلال العقود الماضية، بحين يشير خبراء إلى أن التعداد السكاني المقرر تنظيمه خلال العام المقبل راح يكشف على أرقام أكبر. هذا الشيء ركز لنا عليه قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين بهذا الإنفوغرافيك اللي يحكي به عن ذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم العالمي. خلونا نشوف. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. بالفعل يجب على الحكومة أن تنظر لحال المعاقين وتنظر لحال ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه هم يحتاجون إلى وقفة حكومية وياهم. ناخذ الملفات ويانا. أول ملف موجود ويانا بحلقة اليوم هو ملف انتخابات مجالس المحافظات. الجديد بهاي القضية أنه يستخدمون بها النفس الطائفي اللي الشعب كله بكل مكوناته وطوائفه رافض هذا الشيء رفض قاطع. أثار تصاعد الخطاب الطائفي بالحملات الدعائية لأحزاب السلطة بالعراق
للترويج لانتخابات مجالس المحافظات اللي من المقرر أنه تصير ب 18 هذا الشهر. المخاوف من تأثيراتها وانعكاساتها المجتمعية بوسط تأكيد أنه هذا الشيء مرد إلى تراجع شعبية هاي الأحزاب. ويا التطورات اللي شهدتها الساحة السياسية بالعراق المتمثلة باتساع دائرة المقاطعة للانتخابات، قوى الإطار التنسيقي تلجأ إلى تكثيف حملاتها الانتخابية بمناطق الظن أنه هي عندها نفوذ بيها، ويضرب على وتر الطائفية الحساس من أجل التحشيد الانتخابي. مثلا عبارات اختلال التوازن، المكون الأكبر، تجربة الحكم الديني، هي الأكثر رواجا أثناء المؤتمرات الانتخابية اللي تجريها قيادات الإطار التنسيقي المقربة من إيران، إضافة عن ممثلي مرجعية النجف من العبارات اللي تمثل استعارة الطائفية. خلونا نشوف ونسمع اللي تحدث به علاء الموسوي، أحد ممثلي مرجعية السيستاني في النجف. نطمح إلى غير موجود، لكن مع ذلك هذا الموجود يجب أن نستفيد منه، أن ما نزيد الطين بلة ونقول ما ننتخب، لأن ماكو واحد آدمي، ماكو واحد ما أدري شنو. هذا خطأ. انتخب ولو هالموجود، هالموجود يعني شنو؟ أهون الموجودين. انتخب أهون الموجودين. إذا تعتقد أن هذول ما بيهم خير، أهونهم منه؟ أهونهم. ليش أقول هذا؟ لأننا أمام أمم مختلفة وملل ونحل. أنت الآن وجودك بالعراق طائفة الشيعة، هذه الطائفة الكريمة أكثرية. إذا أنا ما انتخبت وأنت ما انتخبت وعائلتي ما انتخبوا، ستبدو أقلية، تتحول إلى أقلية. القرار فيها سيكون بيد غيرك، تعطي فرصة لغيرك، غيرك متحزم، الآخرون متحزمين مستعدين للانتخابات حتى تكون أصواتهم بالحد الأعلى، مشاركتهم بالحد الأعلى. إحنا إذا بردنا عن المشاركة للأسباب المعروفة وكلها صحيحة، ما أقول لك سبب مو صحيح، أسباب صحيحة، لكن إذا بردنا عن أصل الانتخاب ساهمنا في تقليل حصة الطائفة في العراق. لاحظت كلام ممثل السيستاني، حصة الطائفة وطائفة الشيعة والمكون الأكبر وغيرها. بلا زحمة أستاذ علاء أو شيخ علاء أو ملا علاء، شو تريدون تسموه سموه، ليش ما يشتغلون صح؟ وحتى اللي مو من طائفته يصوت له. تعال شوف الانتخابات العالم الموجودة كلها بالأنظمة الديمقراطية اللي أنتوا تدعون أنه أنتوا نظام ديمقراطي. أنتوا اليوم ده تعتمدون على النفس الطائفي وعلى الطائفة في الترويج إلى انتخاباتكم من أجل الحفاظ على مكتسباتكم فقط. في كل بلدان العالم أكو أحزاب، وذن الأحزاب مو من نفس الطوائف. إذا رحنا إلى أوروبا أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهم حتى المسيحية أكو بها مذاهب. مو من الشرط أنه اللي ينتخب هذا الحزب هو يتبع الديانة اللي يتبعها هذا الحزب، لكن عمل هذا الحزب، تفضيل ذاك الحزب، ما فعل هذا الحزب، ما فعل ذاك الحزب، شنو اللي قدمتوه للعراق حتى تستندون عليه بالترويج للانتخابات؟ أما إذا أنت جاي بال 2023 وراء 20 سنة من الاحتلال تروج للانتخابات الطائفة الشيعية والمكون الأكبر والنفس الطائفي وسيطرة الطائفة الأخرى وغيرها وغيرها، وهذه الأقلية وذيك الأكبرية، إذا تروج لهذا الفكر نفسه، فمع الأسف أنه أنتم خلال هاي السنوات كلها كل شيء ما تعلمتوا ولا عرفتوا أن الشعب العراقي رفض هاي القضية. وأكبر دليل الانتخابات المضاد، وأكبر دليل شعاراتهم اللي رفعوها بثورة تشرين، أكبر دليل التحام ولحمة الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه رفضاً إلى هاي الطائفية اللي أنتوا جايين تحجون بها. يبدو أن الترويج الإطار التنسيقي لمخاوفه من المقاطعة الشعبية للانتخابات اعتبروها مراقبين أنه هي مجرد مسرحية هزلية كوميدية تحاول أحزاب السلطة أن توهم من خلالها أكو ديمقراطية تفرزها صناديق الاقتراع، رغم التزوير وشراء الذمم، إضافة إلى اعتراف مفوضية الانتخابات بنفسها أن النتائج ستعتمد مهما بلغت ضآلة نسبة المشاركة بها. يعني لو 1% يشاركون راح يعتمدوها، وهي مخالفة صريحة لقانون الانتخابات. لكن
خلونا نشوف اللي عمده عمار الحكيم انه يستعير نفس النفس الطائفي اللي حكى بيه وكيل مرجعيه النجف. هو يحذر هنا بالفم المليان من هيمنه الطرف الاخر على اصوات الانتخابات بمحاولة أن يحث الناس يروحون ينتخبون ورا ما عرف هو وغيره أنه نسبة المقاطعة راح تصيبهم بمقتل مثل ما يقولون المراقبين. تعالوا نسمع. هو شلون يصير الاستقرار؟ واحدة من أسباب الاستقرار من كل واحد يأخذ حجمه، كل واحد يمد رجله على قد فراشه، كل واحد يأخذ مساحته. إحنا مجتمع بمذاهب بأديان بقوميات، إذا كان كل مكون اجتماعي يأخذ حجم الاجتماع الطبيعي تطلع النتائج متوازنة، التوازن يجيب لنا الاستقرار. اليوم في مساحات مهمة من تطلع أطراف سياسية تنتمي إلى مكون الاجتماع الأكبر إلى الشيعة وتقول إحنا ما نشارك ولا حد يشارك. خطابها لمن؟ خطابها لربعها، خطابها شارعها، هو مو خطابها للآخرين. هذه شنو معناه؟ معناه أن المكون الأكبر يقولون لا تطلع لا تشارك، بس المكونات الأخرى تشارك. من المكون الأكبر تقل مشاركته والمكونات الأخرى تزيد مشاركتهم. النتائج راح تكون متوازنة معبرة عن الواقع الاجتماعي؟ لا، ما راح تكون هالشكل. التوازن، الأخ ده يحكي على التوازن في التمثيل فقط، بس نسى الاختلال اللي صار خلال توازنهم اللي هو ده يحكي عنه. توازنهم لما يقول لك كل واحد يمد رجليه على قد الحافة أو على قد غطاء، يقصد أنه المكون الأكبر إلى حصة الأسد والأقليات تأخذ حسب نسبتها. لا أستاذ عمار، مو هيك تنقاس السياسة بالعالم، ولا هيك ينقاد البلد. أنا يحكمني يزيدي، صابئي، مندائي، شيعي، سني، كردي، عربي، تركماني، كائن من يكون. بس التوازن اللي حضرتك تكلمت عنه لما تكون أكو عدالة بالحكم، لما أكو شفافية بالحكم، لما أكو نزاهة بالحكم، لما أكو قانون بالحكم، قانون يمشي عليكم وعلينا، قانون يمشي على المواطن وقبل المواطن يمشي على السياسي، ساعتها راح تكون أكو توازن بالبلد. أما حضرتك تتكلم عن توازن والسياسيين مثل ما يقولون بالدارج طالعين جول بالعراق، ماكو توازن. والسياسيين هم بنفسهم يسوون الصفقات الوهمية، ماكو توازن بالعراق. والسياسيين هم يختلسون من ميزانية الدولة، ماكو توازن بالعراق. والسياسيين هم اللي يسيطرون على المنافذ الحدودية ويأخذون فلوسها وما يخلوها بالخزينة، ماكو توازن بالعراق. والسياسيين هم اللي هربون العملة إلى دول الجوار، ماكو توازن بالعراق. والسياسيين هم اللي دمرون التعليم بالبلد، ماكو توازن بالعراق. والسياسيين هم اللي دمرون الزراعة بالبلد، ماكو توازن بالعراق. والسياسيين هم اللي قتلوا كلمة صنع في العراق، ماكو توازن بالعراق. أما إذا حضرتك تجيني هسه بال 2023 ورا ما الشعب وعاكم أنتو شنو، وتتكلم عن التوازن بنفس طائفي حتى تروج للانتخابات، حتى تبقى أنت بمكانك وأحزابها بمكانك والأحزاب الموجودة بمكانهم، وتستفادون أكثر من هذا البلد وتبوقون أكثر من هذا البلد، فالكلمة أنا أنقلها إلى الشعب العراقي. ناس لما سمعت هذا الكلام علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من القريشي هاشم العراقي، هو وين أكو توازن أصلا؟ مجموعة من السفل السراق متسلطين عليه ويتاجرون باسمه، الله يخلصنا منكم إن شاء الله. رعد، اختلال بالبوق، اختلال بالحصص والمناصب والمقاولات. الجميل يقول أنتم كرهتوا الشعب بالانتخابات لأنكم لم تقدموا للشعب خدمات فتتحملون المسؤولية الكاملة، وكذلك الجالسين أمامك هم يتحملون مسؤولية لأنه لم يصارحونكم بالحقائق ومخلصيها مجاملات والواقع لغرض مصالحهم الشخصية وليس مصلحة الشعب والبلد. أبو علي الجميلي، بس أنتم بالعراق لا يوجد غيركم كافي، 21 سنة مزقتوا العراق. كان هذا تعليق الناس على ازدياد
النفس الطائفي في الترويج لانتخابات مجالس المحافظات، اللي هي بحد ذاتها مجالس المحافظات الشعب العراقي رافضها، لأنه مجالس المحافظات اللي كانت موجودة قبل أن تلغى ما قدمت شيء للبلد. أبو عمر من بغداد حياك الله. تحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله. حياك استاذ أفل. بالنسبة لأعقب على السيد، هذا المرجع اللي هو راد الأحزاب الشيعية، للأسف مو الأحزاب الشيعية الأصلية، الأحزاب الشيعية اللي تدعم إيران، وهاي السلطة الأحزاب اللي هي مساندتها من 2003 لحد الآن. هذا من يتكلم بأن النفس طائفي بأنه ليأخذوها ولازم تروح تنتخب أهول ما يكون، هذا المقصد من يكون أهول ما يكون، يعني أجلكم الله أسخف ما يكون، يعني مشلون العراقي يحكم ناس أهول ما يكون، هو ناس أميين، ناس ذات أحزاب فاسدة، ناس ذات قتلة، ناس اللي دمروا العراق. هذا اللي قاعد يشجع يعني الانتخابات على ناس أنه رشحتها هاي الأحزاب ويفرض على الشعب العراقي، وللأسف الناس اللي تتبع هاي السادة وهاي العمايم المزيفة، يعني فحهم بأنه أن يروحون ينتخبون هاي ناس الفاسدين اللي دمروا العراق من 2003. الانتخابات هي مو بالقوة ولا فرض أنه تفرض عليهم يا مولانا. الانتخابات هو من يشوف الشعب العراقي الرجل الأصيل، الرجل اللي يحب وطنه، الرجل اللي هو يستاهل مكانته، يروح هو ينتخب العرفة. بس للأسف ما من عندهم هذول إنسان شريف نزيه على موت أنت حضرت جنابك تسير هذول الناس اللي يصلون وراك يوم الجمعة، والصلاة الجمعة اللي أنت تتوحدون بها واللي تقيمون بها نفسكم الطائفي، يعني أنتم ما تمثلون 40 مليون بأنه تحفزون هاي الناس تروح تنتخب، ولولا إذا كانت انتخبت ناس ثم في ذمتكم، وإحنا نعرف الدين ما له علاقة بالسياسة. فمن يمتى أنه جاي تتكلمون عن السياسة وتتكلمون بالدين؟ أنتوا لا من الدين فالحين ولا من السياسة فالحين. الدين دمرتوه، المواكب وكل هاي الأمور اللي تدعموها بالنفس الطائفي، روح أطوها للفقرة، روح أطوها الناس اللي متأذاية، الناس اللي محتاجة، روحوا شوفوا وضعكم الشعب العراقي لي وين وصل، لي وين أنه لحد الآن عندنا نازحين وعندنا ناس سجناء وعندنا ناس أبرياء موجودة بالسجون، ليش ما تطالبون بحقوقهم؟ ليش ما تطالبون وضعهم؟ المدارس عندنا ماكو عندنا مدارس، نقص بالمدارس، المستشفيات، كل هاي الأمور. أنت يا مولانا ما تحس بالشعب العراقي وين؟ أنت عليك بس انتخابات وترشح فلان فلان، هذا من يكون ترشحه أنت محاسب أمام الله تعالى. نعم. شكرا لك أبو عمر. أبو عمر ذكر التعليم مثلا وذكر المستشفيات، يا سبحان الله كأنما أبو عمر موجود بالأعداد. ملفنا الجاي التعليم. امتلك العراق بسبعينيات القرن الماضي نظام تعليمي كان الأفضل بالشرق الأوسط بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم يونسكو، واللي وازاه بالتعليم الموجود بالدول الإسكندنافية، وقدرت نسبة المسجلين بالتعليم الابتدائي وقتها ما يقرب من 100%. وسنة 82 أعلنت اليونسكو أنه العراق بتسجيل 100% بالتعليم الابتدائي قضى على الأمية، أما محو الأمية كاد العراق أن يقضي عليها بشكل كامل. وراها تراجع التعليم بسبب أن العراق كان من أكثر بلدان المنطقة اللي تعاني نقص بعدد المدارس جراء الاحتلال والأزمات الخانقة اللي مرت بهذا البلد. هذا اللي قلل الاهتمام بالتعليم، لأنه يعاني القطاع التعليمي اليوم بالعراق من سنوات طويلة من إهمال حكومي وضعف كبير باستحداث مدارس جديدة وترميم القديمة، إلى جانب النقص بالملاكات التعليمية والمناهج التدريسية اللي أثر سلبا على سير مسيرة التعليم بالبلاد. وتم افتتاح عدد من المدارس الجديدة خلال هذه السنة وفقا إلى بيانات رسمية، وتفيد تقارير دولية أنه 50% من هذه المدارس تحتاج إلى عمليات إعادة تأهيل حتى تخفف من الاكتظاظ الحاصل بالصفوف اللي يتجاوز عدد الطلاب بأغلبها أكثر من 50 تلميذ. بهالأثناء رضوا ناشطين من قضاء الحيدرية بالنجف غياب الاستعدادات التام وبشكل كامل لاستقبال العام الدراسي الجديد، ورا ما انصدموا بحال مدرسة الحبوبي بالقضاء الآيلة للسقوط واللي تحولت إلى مكب للنفايات والأنقاض. خلونا نشوف. عم أهل الحيدرية
نايمين قاعدين سولفولي عمي قسما بالحسين قبل الدوام ب 15 يوم او 20 يوم مدرسه الحبوب بلشوا بها ترميم والطلاب نايمه بالشارع تقول لي يقول لك والله انا لو احولهم للثانويه لو احول لو تاخ يعني من الاخير لو تاخذ ابنك توديه للاهليه زين انت لا ما عندك وين توديه للاهليه انت يا محافظ النجف باوع لنا عمي انت يا مدير ناحيه مدير ناحيه الحيدريه انت يا نائب عبد الهادي شايل من نائب شايل من تخبتك الحيدريه عمي باوع لهالمهزله ما يصير هذا الحكي ذوي الاحتياجات الخاصه بالعراق مهملين انتخابات يروجوا لها بطائفيه ومدارس العراق مهمله عبد الرزاق من باب الويانا حياك الله يا عبد الرزاق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أستاذ أفل بالنسبة للانتخابات مجالس المحافظات نعم وكلام عمار الحكيم وعمار وكلام ذاك القرقوس اللي قبله نعم أستاذ أفل دول يحتاجون على الأزمات نعم وخصوصا رجالات الدين اللي يسموه رجالات الدين اللي أساءوا للدين حقيقة نعم. عمار الحكيم هو خلي يعرف وزنه بالانتخابات شو قد طلع نعم واعتقد ما جول دون الصفر وجاي هل الانتخابات هذا مثل هذا المفروض ما يطلع راسه ولا يقول انا عندي شعبيه نعم لكنه يا اخي مثل هذا وامثاله يطبق عليهم المثل اللي يقول ليس الفتى من قال كان ابي هذا عمار الحكيم وغيره من اللي هسه هم قاده تيارات وجاي ماخذين لك البلد بالعنتريات بالشقاوات هو والاخر نعم دول اعتمدوا على كان ابي اذا هم بهم خير خليه يثبتون وجودهم يقولوا ها نحن ذا خليه يقدم خدمات لابناء البلد اللي هو يدعي بانه هو حريص على المواطن العراقي لكنه ذولا يا أخي خونة وعملاء ذولا للأجنبي يشتغلون عمرهم ما يفكرون بالوطنية نعم. هذا يفكر بالمذهبية بالطائفية ما يعرفون العراق والعراق بلد مدني بلد متحضر ما يعرف نفس المواطن العراقي مو طائف يا أخي نعم. لكنه هم ذولا أصحاب العقول الدوغمانية هذا عقله متحجر هذا مثل عبار حكيم وغيره دول عقولهم دوغمانية عقول متحجرة أبد ما يعرفون المدنية والتحضر كل ما يهمه مصالحه ومكاسبه وما يهم خلي يوفر الخدمات لهذا المواطن شنو اللي يقدموه مستشفيات قدموا هاي تفضل مستشفيات كل شبابية الحكومية المدارس اللي هسه المدارس الأهلية هي اللي شجعوها والمدارس الحكومية اللي تحتضن الفقير هاي المدارس الحكومية أهملوها وهذا اللي يفكر به عمار الحكيم وعمار الحكيم هو يناقض نفسه بنفسه مو كون حزب عابر للقارات لعبت الشرطة عابر للقارات وانت تحكي له بالطائفية بالنفس الطائفي يا اخي ذولا لحد الان ما يعرفون حجمهم وما يعرفون قيمتهم بانه الشعب العراقي رافض للطائفية ورافض على وجودهم يعني الصراحة يعني الانتخابات وكل زين عرفوا هم بثورة تشرين المباركة اللي قضت على الطائفية هم يردون يحاولون يعيدوها رفضوا مجالس المحافظات لكن هم جاي اليوم يتحدون المواطن العراقي ويردون يعيدون مجالس المحافظات فهذا هم أسلوبهم مع كل الأسف تحياتي لك شكرا لك أخ عبد الرزاق أبو محمد من واسط حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام تحية لك والضيفة والمستمعين الكرام حياك الله أنا بس أقول اللهم احفظ العراق وشعبه نعم اللهم احفظ العراقيين من الشمال إلى الجنوب نعم بس أنا مستغرب على هالشيء أنه السيد عمار الحكيم اللي حكى وجهة نظره هو ترى ما تمثل طائفة أو مجموعة من الشعب نعم تمثل رأيه هو ورأي أتباعه نعم اما احنا بالنسبه لنا ومن ضمنهم المتحدث فاحنا مقاطعون موضوع الانتخابات احنا مقاطعين موضوع منتهي نعم ما نشارك ولا راح نشارك ولا راح نصوت ولا نتقرب الصناديق الاقتراع ولا ناصر يمهن لانه هذه انتخابات
منتهية وفاسدة من بداية تكوينها وسن القانون لحد هذه اللحظة. نعم. لحد آخر لحظة. هذا الشيء. الشيء الثاني بخصوص الخدمات. نعم. الخدمات أنا أقول الصحة خير من الله. المستشفيات الأهلية موجودة. زين. المدارس المدارس التعليم المدارس الأهلية موجودة بعد لغوها هذا الحكم اللي بس جيب اللي يقدر يدفع بالمستشفى الأهلي والمدرسة الأهلية صحيح صحيح هو أنا خلي أكملك لا. أما الفقير خطية بعد هذا إلى يحير بأمره هذا موضوع خطية راح انتهى اتدمر يعني نقدر نقول أبو محمد أن العراق صار ب طبقية حكومية اللي عنده فلوس يتعالج ويدرس ويكمل ويتعين اللي ما عنده فلوس إلى الله هم هو هذا اللي يردونه هم يردون يسوون العراق هيك هم جايين يقولون إنه جايين يسوي العراق هيك ولو بي مجال العراق يكون طابق ثاني هم يبيعونه تفصيل ما عندهم لا. كل مشكلة لأنه مو عراقيين دول دول مو عراقيين اليوم لا. اليوم قبل 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 ما أتابع البرنامج مالكم شيت أصفح بالموبايل اي نعم فاكو اكو لقاء صحفي مع لواء ركن نعم دكتور لواء ركن ملتقي في احدى القنوات الفضائيه بطريق الصدفه برنامج صباح فات نعم فالمقدم مال البرنامج تذكرت هي القناه يمكن اعتقد ما بدون ذكر اسماء القنوات بدون ذكر اسماء نعم قال اي قال اني دكتور لواء ركن جيش نعم فالمقدم استغرب فقال له قال احنا عندنا قاعده بالجيش تقول البلد اللي يرفع به اكثر من علم بلد ساقط مع كل الاسف نعم مع كل الاسف اقول العراق اللي كان نواة العلم ونواة كل شيء يطلع من العراق نعم كل الزينات والطيبات يطلعن من العراق وشعب العراق انه وصلوه هاي السلطة الحاكمة اللي اجت من كذا سنة لحد هذه اللحظة اللي انا اتصل بها واحكي وياك انه وصلوا العراق لهالمرحلة وصلوا العراق انه ما كفاهم النفس الطائفي وزرع التفرقة النوبة يبثون السموم هذا كذا هذا كذا روح الشعب بالانتخابات اخي مرجعية بالنجف تقول هذا القانون هذا ما يجوز العمل به هذا كذا هذا كذا ما اعرف هم يمشون شكرا لك ابو محمد نرجع الى قضية التعليم بعدها معظم المدارس بالمحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات الاوسط هي خارج خدمة او ما مجهزة عملية لاستقبال طلاب بصفوفها لأنها هي تفتقر إلى الأساسيات حتى يكملون العملية التعليمية من مقاعد دراسية ألواح رحلات يعني وهواية من التجهيزات كصبورات وشبابيك وبنقات وغيرها إضافة إلى أنه معظم هذه المدارس تحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم من حيث البنى التحتية نتيجة للإهمال بوحدة من المحافظات رصدت لنا معلمة مدرسية حال مدرسة مكونة من الصفائح الحديدية التشينكو مبنية هاي المدرسة من التشينكو واللي تعرض أرواح الطلبة إلى خطر التماس الكهربائي في ظل الخلل في منظومة الكهرباء في وزارة الكهرباء في أجواء الشتاء ببلد يسمى بلد الميزانيات الانفجارية خلونا نشوف بلد ملياراته ملايين ومليارات ظالة هذا حال صف بلد ميزانياته تعيش أربع دول هذا صف يعني ما صايره بالصومال بالسودان ما صايره هذا صف شنو رايكم بهذا الصف هاي الحاله كنا نشوفها واحد مفتح كشك مال استنساخ باب دائره التجنيد واحد مفتح محل مال وجبات سريعه باب دائره حكوميه باب محكمه واحد يبيع طوابع وعرض حال شيء بس بمدرسة بها صف من التشينكو هاي بال 2023 أنا يعني أوجه أنه لازم الحكومة العراقية تفكر في براءة اختراع إلى بعض النقاط مثلا صف من التشينكو لازم يأخذون به صفحة من قاموس جينيس للأرقام القياسية أم أمير تقول خوش دراسة وخوش عام دراسي الوزارة لا حساب ولا كتاب
وأبو علي البيضاني نسخة منه إلى وزير التربية ومدير التربية المحافظة اللي تتبع لها هاي المدرسة. مع الأسف الشديد نحن بسنة 2023. محمد آل جوان عام دراسي بشر بخير ومستقبل زاهر لأجيال العراق، والنعم من وزارة التربية وعاش الوزير وبعدنا بخير. أما صفاء العزاوي يقول إنجاز عظيم، مو زين أكو مدرسة؟ فتخيلوا الناس بعدها مستبشرة خير أنه أكو مدرسة. صفاء عفوا رضا من النجف حياك الله. رضا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون اخويا شلون صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. اخويا نحكي عن مطالبنا بالنجف. نعم. المطالب يعني مو زين، يعني لا خدمات لا كل شيء ماكو، يعني كل شيء ما موفر بالنجف لحد الان. نعم نعم. وكله باكو باكو كثيره كل حسيه. نعم. يعني انتم بالنجف تطالبون بتوفير الخدمات، زين. اي والله، يعني نعم. خدمات ما نعم. لا رواتب لا وظائف لا عمل لا هاي، يعني ملينا وجزعنا وجت الانتخابات وقالوا بكم خير وتدللوا لحد الان كل شيء ما مصلح، وجت الانتخابات ولا نستفاد ولا ننتخب ولا هاي، ما اكو فايده يا اخي. نعم. يعني لعبه ارواحنا. نعم. اي والله. نعم. يعني فشوفونا حل، شوفونا حل لعبة أرواحنا. نعم. ملينا. نعم. لا رواتب لا هاي كفية كفية كل شيء ما عدنا. نعم. وصلت رسالتك أخ رضا إن شاء الله. رضا من النجف يقول إحنا في محافظة النجف نعاني من عدم توفر خدمات بالمحافظة. أبو عمر من بغداد تذكرون قلت لكم حكي عن التعليم وحكي عن الصحة كأنما موجود ويانا. هسه راح نحكي عن القطاع الصحي بالبلاد والفساد اللي نخر هذا القطاع واللي صار الفساد بيه واضح للعيان، لأنه المواطن العراقي اليوم فقد الثقة بالمستشفيات خصوصا بعد خلفية فقدانها إمكانيات هواية كأنما كانت تتمتع بها من قبل عقديا من الزمن على أقل تقدير. ويمكن للمراقب أن يلاحظ افتقار المستشفيات الحكومية إلى شروط صحية هواية، علما أنه هاي المستشفيات كانت بوقت سابق هي مقصد مرضى من بلدان عدة مو بس العراقيين بهدف تلقي العلاج بها. بالتالي سلموا العراقيين أن المستشفيات ببلادهم تفشل بتوفير العلاج لهم، وصار السفر إلى الاستشفاء أو من أجل الاستشفاء في بلدان أخرى أمر شائع للعراقيين، وراحت مكاتب السفر تروج إلى رحلات علاجية في مستشفيات بالخارج. ووصل الحال بالمستشفيات أنه ما تلقى برودهاتها وغرف العلاج أبسط المستلزمات الطبية بما فيها غرف اللي يدفع لها المواطن ثمن باهظ عن كل ليلة حتى يبات بيها طلبا للعلاج. خلونا نشوف شلون بدأت الصورة في مستشفى الشعلة ببغداد وكذلك في مستشفى بعقوبة العام مثل ما راح توثق لنا هاي الفيديوهات. خلونا نشوف. هاي بمستشفى الشعلة هاي عود ردهات خاصة بفلوس تحجزها شلون الأهلية. شوف الغرفة ذولا الجماعة الماخذيها، لا بنكة لا تبريد، التلفزيون عاطل، كرسي ماكو، سلة كرمون مال زبالة ماكو. يقولون والله ساعتين كتلنا الحر واخذنا المريض مالنا وطلعنا وجماله بفلوس حالها حال الأهلي. ليش ليش هذا جناح يعني مثلا يعتبر بالمستشفى؟ روحوا شوفوا الأجنحة والغرف مال المستشفيات بالعالم وببلاش مو بفلوس. تدهور حالة المرضى وأحوالهم بسبب المستشفيات اللي تهالكت بناها تحتيها على خلفية ملفات الفساد المختلفة بوزارة الصحة بالعراق من 2003 لليوم. الناس ديناجدون المسؤولين بكثرة حتى يلقون حل ما يشوفوه كارثة بإشارة إلى الواقع الصحي المتردي. لا تستغرب عزيزي المشاهد إذا أنت تعيش هذا الواقع الأليم لما تشوف طوابير طويلة سراوات هي تنتظر أن تحصل تذكرة أو باص حتى تروح تفحص يا هذا الطبيب، يعني انت بس تسجل اسمك حتى تروح للتشيك. او ذاك بمشهد عيدك الى ستينيات القرن الماضي وكانما انه احنا ما عايشين بال2023، وحتى بالستينات كان بترتيب اكبر من هذا. واللي صار الحجز بها بال2023 هسه بطرق الكترونيه او عبر تطبيقات الهاتف المحمول او عبر الهاتف. خلونا نشوف الصوره من مستشفى الفيحاء بالبصره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم هنا أنا بالمستشفى مستشفى الفيحاء. هاي اليوم مفاجئة، هذول الناس يشوفونهم
هذول مو على مود لا تعيين ولا شيء، هذول على مود فقط باص ياخذونه حتى يدخلون للمستشفى. شوف السره وين طالع. عجيب عجيب، هاي العالم كلها مرضى. والعراق اللي كان يمتاز بمجانية التعليم ومجانية الشفاء. أما من البصرة نطلع نروح إلى القادسية اللي صارت بها فاجعة بكل معنى الكلمة في مستشفى النسائية والأطفال بالديوانية. امرأة من قضاء الحمزة راحت إلى هاي المستشفى حتى تولد، ورا ما كملوا لها العملية وطلعوها تفاجأوا أهلها أنه بنتهم وياها كسرين بالعظم، خلع عظمتين ثانيات، ارتجاج بالدماغ، وانتقلت وراء هذا الشيء إلى العناية المركزة بسبب هذا الخطأ. خلونا نشوف ونسمع. عباس احكي. عباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي تشاهدون الآن هي فتاة من أهالي الحمزة، أجريت لها عملية ولادة بصالة مستشفى الأطفال بالديوانية. يعني ما أدري، الحالة غريبة. حسب قول ذويها أنه الفتاة سليمة وبصحة تامة وما تعاني من أي مشكلة. صعدوا هالولد سليم في شمابي، خذوا لي الخدج. هي ما صعد لحد الساعة 2:30، أنا يمها ما صعد 2:30 بالليل لحد الساعة. بس ساعة دخلوها لصالة العمليات؟ دخلوها تقريبا حدود 9 9 الصبح 9 بالليل 9 بالليل ها. تمام. لثنتين ونص تقريبا 4 ساعات 5 ساعات هي ما صاحية. ما صاحية أبدا. زين. تفاجأنا صراحة بهذا الشيء. وراها لزمتها النفاضة. زين. لأن ما كان أكو يمها أحد. تمام. لزمتها النفاضة نكتتها نكت. إجتها دكتورة حطتها مهدئات ونامت على المهدئات. تفاجأنا العصر جاب الدكتور أبو كسور لقاعتها كسرين وخلعين. هذا الحكي هي فاقدة. هذا الحكي شنو كسرين وخلعين؟ هي عمليتها عملية ولادة. أي. وهي كل شيء ما بيها. كل شيء ما بيها. جت تمشي وأمور طبيعية هي وزوجها وإحنا موجودين. أبد كل شيء ما عاد نسولف ونضحك. من الحمزة جت. من الحمزة إيه؟ زين. دخلوها لجوا وطلعوها مكسرة. ارتجاج بالدماغ. وكسرين مثل ما أشر اللي حكيها بالكتف وخلعين. شنو اللي صاير جوا بغرفة العمليات؟ ما عندكم شنو؟ ما عندكم بنجو واثنين صاعدين فوق شتافاتها للمرية وكاسرينهن؟ شنو الإجراء اللي صار جوا بحيث أكو كسر وخلع وارتجاج بالدماغ وطابة عناية مركزة ويا عملية ولادة اللي البنج مالتها من 9 to 2:30 بالليل؟ أريدهم يجيبوا لي نقيب الأطباء ووزير الصحة ومدير مدير الصحة ومدير المستشفى ويجي يشرح شنو الخلل اللي صار. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود أنا من نور نبيل. هاي قصابة مو هاي قصابة مو ولادة، يمكن واقعة من السدية. مع الأسف صارت مهنة الطب تجارة، مو مهنة إنسانية. كل الرحمة ماكو، خاصة في مستشفى الولادة. أبو أمير الموسوي، الإنسانية في مستشفيات الديوانية صفر ورقابة نايمين، إلى متى هذه البهدلة؟ أبو فاطمة الهلال يقول عمي ما صايرة بالتاريخ هيك، والله وصلنا إلى أسوأ مرحلة بالديوانية، ترى ماكو هيك يا معودين، شوفوا حل للوادم شنو ذنبها. وفارس تاغي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يجب محاسبة الجميع من أعلى الهرم إلى أسفله. فكان هذا تعليق الناس على قضية انهيار الواقع الصحي في العراق. مقاولين بمشاريع إنشائية من أبناء محافظة ذقار أن الناصرية بعد ما تعتبر مكان ملائم لأشغالهم بسبب الفساد السائد بالمدينة، وقالوا أن الفساد المستشري وسيطرة إدارة لا تفكر بتطوير المدينة بقدر الحصول على حصصها المالية خلى فرص العمل معدومة بالنسبة لهم، وحال من دون خروج المدينة من واقعها المتردي. وفضلوا كبار المقاولين بالمدينة أن يبحثون أعمال خارج المدينة بسبب اقتصار منح مشاريع البناء والمقاولات إلى شركات متواطئة ويا ماكنة الفساد والإدارة في المحافظة، اللي جعلت مدينة الناصرية بمقدمة المدن اللي تحوي مشاريع متلكة وراء تبديد أموال صندوق إعمار ديقار وهياكل العديد من المشاريع أشبه بأسس وأعمدة فارغة بعد مرور أكثر من 10 أعوام أو على البداية بها.
ناشط عندنا ينتقد من الناصرية تلك إنجاز جسر الفضلية جذوب محافظة ذقار اللي بشر العمل به سنة 2012 قبل أن ينتهي الحال به بتصدع دعاماته وأساساته بوسط تساؤلات وين راح يروح هذا المشروع. خلونا نشوف جسور يربط قضاء سوق الشيوخ الفضلية ومركز مدينة الناصرية، وهذا الجسر يوم يشتغلون وسنة واقفين. طبعا المتلكة هذا من 2012 من ضمن مشاريع تنمية الأقاليم محافظة ذقار. هسه احنا التفت انتباهنا هذا جسر قيد الإنشاء، طبعا هو يعني جسر قيد الإنشاء هذا الأساس الجسر. هذا شوفوا خلي مدير طرق والجسور يجي، مدير طرق والجسور محافظة ذقار يشوف الأساس ما جسر، هذا الأساس تفطر وهو بعد قيد الإنشاء. شوفوا يا أبناء محافظة ذقار الجسر قيد الإنشاء، وهذا الجسر جسر الفضلية. شوفوا الأساس ماله وزير الأعمال والإسكان، ما شفت مشاريع محافظة ذقار جيت على مجسر الإسكان، تعال شوف المجسر مال الإسكان العفو مال إبراهيم خليل، جسر مال الفضلية هذا الممتلك اللي سولفنا عليه. يعني من ضمن مشاريع تنمية الأقاليم سنة 2012 ممتلك يشتغلون يوم على مزاجهم. هذا مجسر الفضلية في محافظة ذقار. تذكرون محافظة ذقار هذا المكان هو مشروع مجسر إبراهيم الخليل أو نبي الله إبراهيم الخليل. هذا المشروع اللي حكينا عنه هواية ونقلنا فيديوهات كثيرة إلى تلكؤ هذا المشروع لسنوات، والعالم يقولون يبدي يشتغلون بالمشروع يوم ويومين ويعفوا شهر وشهرين ويرجعون. أما محمد هادي اللي هو محافظ ذقار واللي يسمى بمحمد نافورة اللي كثرت مشاريع النافورات اللي وراها صارت مكب للنفايات ومجمع للمياه الآسنة، اتحدى هذا الناشط وقال له اتحداك تجي تسوي حملة انتخابية بمكان مشروع مجسر إبراهيم الخليل، فيا ترى راح يسمع هذا التحدي وينفذه لو راح يطنش؟ خلونا نسمع. بس خشابهم ما نعرف خبرهم، راحوا من ندينا شقد حجينا وما يسمعون. أنا كمواطن من أبناء محافظة ذقار أطالب المحافظ محمد هادي كونه مرشح إلى الانتخابات بأن يقيم ندوة انتخابية إليه في هذا المكان، ألا وهو مكان مجسر نبي الله إبراهيم الخليل، ليبين لأبناء مدينة ذقار والمجتمع الذقاري إنجازات محمد هادي. ناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، أول تعليق موجود ويانا من مرتضى حسين الزرقاني، إيد بإيد مجسر الإسكاني عظيم، يشتغلون يوم ويومين يشهر ماكو، يشتغلون يوم يومين وأشهر ماكو شغل، وتالي مشروع ما كامل المشكلة. رئيس الوزراء ضارب تغليسة على الناصرية مو طبيعية، ولكنه بالعراق. هيثم الدليمي، هذا أحد أنواع الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة. هشام السومري، المسؤولين ضاربين تغليسة على المشروع، أما وعد الديراوي يقول بعد سنتين ما يكمل على هذا شغلهم. فكان هذا تعليق الناس حول هاي القضية. جددوا مراقبين ومدونين عبر صفحاتهم وصحفيين ومسؤولين حكوميين من بينهم عامر عبد الجبار وزير النقل الأسبق من تبعات الربط السككي بين الشلامجة اللاذقية البصرة، وأجمعوا أن الطريق ينهي ميناء الفاو وهو لنقل البضائع وليس لنقل الأشخاص فحسب، بناء على التصميمات الخاصة بالمشروع، وأن السوداني تعهد أمام المرشد الإيراني علي خامنئي بأول زيارة له أنه إلى طهران بعد أسابيع من ترأس الحكومة بأن يجعل من العراق أكبر سوق بالمنطقة للبضاعة الإيرانية ويفتح الأراضي العراقية إلى إيران لاستراتيجية طهران بالإطلالة على المتوسط، بتناقض ويا تصريحات السوداني نفسه المنتقدة لمشروع الربط السككي اللي أطلقها قبل سنوات، ويمثل الربط اللي وضع حجر الأساس إلى من قبل رئيس الحكومة الحالية ومسؤولين إيرانيين بأيلول الماضي أهمية كبيرة لإيران، لأنه راح يكسبها مزايا مثل السيطرة على الأسواق بالعراق وسوريا وباقي المنطقة. لهذا السبب تصدر ترند العراق اليوم وسم ربط الإطار السككي يقتل العراق على منصة إكس، وجبنا لكم هاي التغريدة. سالار علي، فيما مضى عندما كان السوداني نائب كان أشد المعارضين على مشروع الربط السككي بين دول الجوار، أما اليوم في ظل تسنمه منصب رئيس الوزراء سارع بوضع أول حجر أساس لمشروع الربط السككي، وقال إن المشروع يشكل ركيزة وطنية في بنية الاقتصاد الوطني. جواهر الأسدي السوداني، 2021 الربط السككي يقتل الموانئ، 2023 يضع حجر الأساس للربط السككي ويؤكد أهمية المشروع قبل السلطة شيء وبعد السلطة شيء آخر. أما منتظر فلاح وزير النقل السابق عامر عبد الجبار في تصريح سابق له، الربط السككي مع إيران أو أي دولة مجاورة يعني رصاصة الرحمة على ميناء الفاو. أما علي مجيد، الإطار لا يهمه الشعب العراقي بل تهمه دولة إيران أكثر من العراق. كانت هذه التغريدات وغيرها على هاشتاغ ربط الإطار السككي
يقتل العراق. علما بإمكان العراق أن يربط الربط السككي بحساب موازين معينة لمقطورات القطار، بحيث أن يكون القطار المركب على السكك لا يحمل البضائع ويحمل المسافرين فقط، وبهذه الحالة يقدر يسيطر على هذه القضية وما يتحول هذا الربط السككي لنقل البضائع ويحافظ على الميناء، لكن ما يسويها لأن إيران ما تقبل. أي رقم واحد. رقم اثنين، البارحة سأل السؤال بنهاية الحلقة، قلت أتمنى أحد يتصل بي أو يكتب لي على واتساب ويقول لي ليش أحد المعلقين قال العراق وليس العراق، لأنه الجواهري شاعر العراق الكبير كان لا يتكلم عن العراق بكلمة العراق، أو لا ينادي العراق بالعراق ويقول العراق، وكان رده على أحد الصحفيين أنا أستحي أن أكسر عين العراق، فكان يسميها العراق. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى باكر بمواضيع جديدة، انتظرونا. في أمان الله.